بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 86. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. نعم، كنا مع المؤلف في باب الخيار، وسبق معنا نوعان منهما، ووقفنا عند قوله الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة وبزيادة الناجش والمسترسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. النوع الثالث من أنواع الخيار إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، وهو ما يسمى بخيار الغبن، أي الخيار الذي يثبت بسبب الغبن. والغبن هو الظلم في ثمن المبيع الذي يضر به، فإذا زاد عليه ثمن المبيع زيادة لم تجري بها العادة فهذا غبن يسوغ له الخيار. والمراد بالعادة عادة التجار، فما عده التجار غبنا فإنه يثبت الخيار، وما لم يعدوه غبنا فإنه لا يثبت الخيار، لأنه لا يسلم البيع والمعاملات، لا تسلم من غبن يسير، لا تسلم من غبن يسير، وإنما المراد الغبن الفاحش. فإذا ثبت الغبن بشهادة أهل الخبرة وأنه غبن لم تجري به العادة فإنه يكون للمشتري الخيار بين الإمضاء والفسخ، وذلك لأن رجلا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له حبان بن منقذ، كان يبيع ويشتري وكان يغبن، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إذا بعت أو ابتعت فقل لا خلابة، أي لا غبن. فدل على أن الغبن الذي يخرج عن الإلف والعادة أنه ممنوع في الشرع. وكذلك يثبت، نعم، قال وبزيادة الناجش والمسترسل، كذلك يثبت خيار الغبن بزيادة الناجش، والناجش هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد أن يغرر بالمشتري. فإذا كانت السلعة معروضة للبيع ثم جاء شخص وصار يزايد فيها وهو لا يريد شراءها وإنما يريد أن ترتفع قيمتها، أن ترتفع قيمتها على المشتري، فهذا نجش محر. قال صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، لأن هذا يضر بالمسلم وهو حرام وفاعله آثم. وإذا ثبت وترتب عليه غبن يجحف بالمشتري فإن له الخيار، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ دفعا للضرر عنه. وكذلك زيادة المسترسل، وهو الذي لا يعرف أقيام السلع، كالصغير والغر الذي لا يعرف أقيام السلع فيزيد فيها وهو لا يعرف قيمتها، فارتفعت عليه القيمة بسبب جهله وكونه لا يحسن المماكسة،
فهذا إذا غبن غبنا زائدا عن العادة فإن له الخيار بين الإمضاء أو الرد دفعا للضرر عنه. نعم. وذكروا أيضا من خيار الغبن تلقي الركبان، إذا تلقى الركبان واشترى منهم قبل أن يدخلوا السوق ويعرفوا أقيام السلع التي معهم وتبين أنهم مغبونون وأن المشتري أخذها بنقص عن قيمتها الذي تساويه في السوق، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك منعا للضرر. فإذا تبين لهم أنهم قد غبنوا إذا وصلوا السوق وسألوا وعرفوا أن هذا الذي تلقاهم قد غرر بهم وخدعهم وأخذ سلعهم رخيصة فإن لهم الخيار دفعا للضرر عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده. نعم، الرابع من أقسام الخيار خيار التدليس، والتدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، وذلك بتزويق المبيع إذا ارتفعت قيمة المبيع بسبب تزويقه وإظهاره بمظهر السليم كالأصباغ التي تكون على السيارة أو الأصباغ التي تكون على المباني بحيث لا يظهر ما فيها من العيوب، وكذلك ما يكون في بيع الخضار وبيع التمر في الكراتين أو في الزبلان بأن يجعل أحسنها أعلاها ويجعل الردي في الأسفل، هذا من التدليس. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على بائع طعام فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في الطعام فأدركت بللا في آخر الطعام في أسفل الطعام، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر. قال هلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فهذا في الحقيقة تدليس، فعل هؤلاء الذين يجعلون أحسن الخضار وأحسن التمر يجعلونه في أعلى الأوعية ويجعلون الردي في أسفلها، هذا تدليس. إذا تبين فإن للمشتري الخيار، ولأهل الحسبة أن يؤدبوا هذا الغاش. وكذلك من التدليس ما ذكر هنا تسويد شعر الجارية لتظهر كأنها شابة، الجارية يعني المملوكة التي تباع، فيصبغ شعرها بالسواد ليخدع المشتري في أنها شابة وأنها جميلة، وكذلك تجعيد شعرها حتى تظهر بمظهر الجمال وتخرج عن طبيعتها فينخدع بها المشتري، فإذا ثبت هذا التدليس فللمشتري الخيار. نعم. وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. كذلك من التدليس جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. هناك أرحية للطحن والدقيق تشتغل على الماء على الشلالات أو على الماء النازل بقوة، فيديرها هذا الماء القوي يديرها فتطحن، فيأتي الذي يريد بيعها فيحبس الماء، ثم إذا عرضها للبيع أطلق الماء فدارت بسرعة، فيظن المشتري أن هذه طبيعة هذه الرحى وأن هذه طبيعة هذا الماء وهذا الشلال الذي يديرها فيشتريها راغبا فيها، ثم إذا استنفد هذا الماء أو نقص هذا الماء عادت إلى حالتها الرديئة، فللمشتري حينئذ الخيار لأنه غرر به وخدع وغبن بغير حق. نعم. قد يعتذر بعض المدلسين في هذا يا شيخ بأن يقول الناس عرفوا هذا وكلنا تعودناه. لا، ما يجوز هذا، التواطؤ على الضرر وعلى الكذب لا يسوغ هذا ولا يجيز خداع الناس، وما كل الناس يعرفون، ما كل الناس يدرون، يكون منهم ناس
وافدين على البلد، يكون منهم ناس أطفال، يكون منهم كبار السن، يكون منهم ناس عندهم ثقة بالناس فلا يعرفون هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس خيار العيب. الخامس من أنواع الخيار أو من أقسام الخيار خيار العيب، أي الخيار الذي يثبت بسبب عيب في السلعة. فإذا اشترى سلعة على أنها سليمة وتبين فيها عيب بعد ذلك ينقص قيمتها، المراد بالعيب هنا ما ينقص القيمة أو ينقص عين المبيع. إذا كان ينقص القيمة ولو لم ينقص عين المبيع فإنه يثبت الخيار، أو كان بالعكس ينقص عين المبيع وهو لا ينقص القيمة فإنه أيضا هذا عيب يثبت الخيار للمشتري، لأن المشتري اشترى هذه السلعة على أنها سليمة وليس فيها عيب، ولم يشترط عليه البائع أو يخبره البائع أن فيها عيب كذا وكذا، فإذا تبين فيها عيب فإن له الخيار بين أن يمسك هذا المبيع وله أرش العيب وأن يرده ويسترد الثمن كاملا. نعم. قال: وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو أو سن. كمرض المبيع مثلا، لأن المريض تنقص قيمته وهو لم يبين له أن هذا المبيع فيه مرض، اشتراه على أنه سليم على أنه صحيح، تبين فيه مرض ويدل على أن هذا المرض مصاحب له من حين العقد، أما لو كان حدث المرض بعد العقد فهذا لا يثبت الخيار، لكن المراد المرض الذي يكون مصاحبا للمبيع من وقوع العقد عليه، حتى ولو لم يعلم به البائع، حتى ولو لم يعلم به البائع ما دام مصاحب له عند العقد فإنه يثبت الخيار. وفقد عضو كان يكون مقطوع أحد الأصابع أو الدابة مقطوعة الأذن، مقطوعة عضو من أعضائها ينقص قيمتها، وهو اشتراها بالوصف ولم يرها، اشتراها بالوصف ولم يرها، فلما رآها وجد أنها ناقصة الأعضاء، هذا يثبت له الخيار. وكذلك السن، لو اشتراها على أنها سليمة الأسنان، تبين أن بعض أسنانها مقلوع أو منكسر أو أنه ليس لها سن من الأصل، فهذا ينقص قيمة الدابة فيثبت الخيار. نعم. أو زيادتهما. أو زيادة عضو، زيادة عضو أو زيادة سن، لأن هذه الزيادة في الأعضاء نقص فيها، كما لو كان له أصبع زائد أو سن زائد ولم يظهر ولم يعلم عند العقد فإن هذا يثبت الخيار إذا تبين. نعم. وزن الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش. أو يكون الرقيق فيه عيب من هذه العيوب، كأن يكون يزني يفعل الفاحشة، فهذا يضر بالمشتري، فله الخيار إذا تبين أن هذا العبد يزني، لأن هذا ينقص قيمته وينقص أيضا الثقة، ينقص الثقة به فله الخيار. أو سرقته، تبين أن هذا الرقيق معتاد للسرقة، فهذا نقص ظاهر فيه ولم يعلم به المشتري، فإذا علم به فله الخيار. أو إباقه، أن هذا الرقيق أنه يابق عن سيده، يعني يهرب من خدمة سيده ولا يبقى عند سيده إلا بمراقبة وبمحافظة عليه، هذا عيب فيه يوجب يثبت الخيار لمن اشتراه. نعم. وكذلك بوله في الفراش، إذا كان لا يمسك البول يصاب بداء التبول في النوم فهذا عيب فيه، لأن هذا البول فيه نجاسة وفيه أذى وأضرار لسيده. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فإذا علم المشتري العيب بعد
أمسكه بأرشه. إذا علم المشتري بالعيب من هذه العيوب التي ذكرت أو غيرها أو غيرها وهو كل ما ينقص قيمة المبيع بعد أن اشتراه، يعني ما علم به وقت العقد وإنما علمه بعد، أي بعد أن اشتراه، فله الخيار إن شاء أمسكه بأرشه، والأرش المراد به ما يقابل النقص، ما يقابل النقص والعيب الذي فيه، بأن يرد عليه البائع من القيمة قدر ما ينقص هذا العيب منها، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، فيقوم العبد على أنه صحيح لا عيب فيه، ثم يقوم على أنه معيب، ثم تجمع القيمتان المقدرتان وينسب الثمن إليهما، فيأخذ من الأرش بقدر ما بين القيمتين من الفرق، يأخذه المشتري، يأخذه المشتري على أنه أرش. نعم. قال أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمن، أو رده وأخذ من البائع الثمن، يعني يبطل البيع كله وينتهي البيع. نعم. وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش. إذا تلف المبيع، عرفنا أن العيب يثبت الخيار، وأن للمشتري اختيار أحد الأمرين، إما الإمساك مع الأرش وهو استرجاع ما قدر ما بين القيمتين، ما استرجاع قدر ما يقابل العيب من القيمة، أو أنه يرده ويأخذ الثمن. لكن لو تعذر هذا، يعني عتق العبد، اعتقه ما درى أنه معيب، ما درى أنه معيب فاعتقه، أو عتق عليه بأي نوع من أنواع العتق المعروفة، يعني فات الرد، الآن تعذر الرد، فيتعين له الأرش في هذه الحالة. نعم. يتعين له الأرش إذا عتق العبد أو تلف المبيع، السلعة التي فيها العيب تلفت، تعذر ردها، يبقى الطرف الثاني من طرفي الخيار، وهو أنه يأخذ الأرش، يتعين الأرش. نعم. أحسن الله إليكم. قال وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، كجوز هند وبيض نعام، فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه. نعم. وإن رده رد أرش كسره. نعم. أكمل. وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. نعم. إذا شرى ما مأكوله في جوفه كالبطيخ والرمان وأنواع الأشياء التي لا يعلم ما بداخلها ولا يصلح كشفها، لأنها إذا كشفت فسدت، فيشتريها وهي مجهولة ما بداخلها، لأن الضرورة تقتضي ذلك، لأنها لو فتحت خربت وذهبت قيمتها، فتباع وهو لا يعلم ما بداخلها، هل هو سليم أو غير سليم، فإذا اشتراها ووجد ما بداخلها سليما الحمد لله، البيع لازم ولا مشكلة هنا. نعم. أما إذا وجد ما بداخلها فاسدا ولا يصلح للاستعمال، أو ناقص الفائدة، ناقص الفائدة، فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون لمكسوره فائدة، كجوز الهند وبيض النعام، فقشوره تستعمل ولها فائدة، فإنه في هذه الحالة إن شاء رده وأخذ القيمة، ولكن يدفع عرش الكسر، يأخذ القيمة ويأخذ عرش الكسر، يدفعه للبائع، للبائع، لأنه أفسد عليه الغلاف هذا. نعم. الذي ينتفع به، فيرده ويأخذ الثمن الذي دفعه، ويدفع للبائع عرش الكسر الذي حصل في الغلاف هذا. وإن شاء أمسك الغلاف الذي ينتفع به
بقسطه من الثمن، أمسكه بقسطه من الثمن ويسترجع من البائع ثمن الفاسد، استرجع من البائع ثمن الشيء الفاسد الذي في جوفه، ولكن ينقص منه أرش الكسر، ينقص منه أرش ثمن، ينقص من القيمة التي يسترجعها ثمن هذا المكسور، ثمن هذا المكسور، لأن المكسور أصبح دون غير المكسور، دون غير المكسور. نعم، هذا إذا كان ينتفع بالمكسور منه. إيه نعم. أما إذا كان المكسور لا ينتفع به كالبطيخ ونحوه وبيض الدجاج، هذا ليس لمكسوره فائدة. هذا يرده لأنه لا فائدة فيه ويأخذ الثمن كاملا. نعم. لو تعيد العبارة. طيب. قال: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه. له أرش الفاسد يعني. نعم. له أرش الفاسد وينقص منها قيمة المكسور. نعم. وإن رده رد أرش كسره. إيه نعم. فالأرش أرش الكسر هذا أمر واجب، إما أن يكون يدفع للبائع وإما أن يكون يدفع للمشتري، يعني لمن يحتمل هذا المعيب، لمن يأخذ هذا المعيب. نعم. وإن كان كبيض دجاج راجع بكل الثمن، لأنه لا فائدة فيه، بيض الدجاج إذا كسر وجد لا يصلح للاستعمال لا فائدة فيه، مكسوره يعني. نعم. يعني قشره لا فائدة فيه. نعم. كذلك البطيخ قشره لا فائدة فيه إذا كان ما بداخله لا يصلح للاستعمال. نعم. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا. خيار العيب على التراخي، يعني متى شاء فإنه يرد، ما لم يوجد دليل الرضا بأن استعمله وهو يعلم أن به عيبا، إذا استعمله وهو يعلم أن به العيب فهذا دليل على أنه رضي، فليس له إلا الأرش، ليس له إلا الأرش وليس له الرد، أو باعه أو اعتقه أو أهداه لأحد وهو يعلم أن به العيب، فتصرفه هذا يسقط الرد، لكن يبقى له الأرش على البائع. نعم. نقول: وخيار عيب أو خيار عيب. خيار. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا من تصرفه في المبيع، ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. لا يشترط الخيار، لا يشترط ثبوت الخيار بالعيب إلى حكم القاضي، لأن هذا شيء ظاهر، فإذا ثبت به العيب، إلا إن اختلفوا عند من حدث العيب، إذا اختلفوا عند من حدث هذا العيب فقال البائع هذا حدث بعد العقد، وقال المشتري لا هذا حدث قبل العقد، فحينئذ لا بد من حكم الحاكم. أما إذا كان ما بينهم اختلاف إن هذا العيب مصاحب للسلعة من وقت العقد، فهذا لا يحتاج إلى حكم حاكم، له الخيار بين الإمضاء أو الرد. نعم. ولا حضور صاحبه، يعني إذا تبين للمشتري أن هذه السلعة معيبة ثبت له الخيار، ولو ما نادى صاحب السلعة وقال تعال سلعك فيها كذا وكذا يثبت له الخيار، لأن هذا شيء لا يحتاج إلى حضوره. نعم. قال: وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه. إذا اختلف عند من حدث العيب، البائع يقول حدث عندك عند المشتري، والمشتري يقول لا حدث عند البائع، فهنا لا بد من الرجوع إلى القاضي، ويكون القول قول المشتري مع يمينه، لأن المشتري الأصل أنه اشترى شيئا سليما، هذا هو الأصل. نعم. فالأصل معه، الأصل أنه اشترى شيئا سليما، فإذا تبين أنه معيب فهذا خلاف الأصل، فله القول قوله، يقبل قول المشتري مع يمينه، يحلف بالله أن هذا العيب حادث عند البائع، يحلف بالله أن هذا العيب أنه حادث عند البائع وليس عندي، وحينئذ يثبت الخيار.
وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. إذا لم يحتمل هذا العيب إلا قول أحدهما فإنه يقبل بلا يمين، يعني فيه قرينة تدل على أن هذا العيب حارث عند البائع، كأن يكون الجرح الذي فيها أو القطع الذي فيها متقادم. نعم. والبيع قريب العهد، فهذا يدل على أن العيب قديم وأنه حادث عند البائع، فالقول قول المشتري بلا يمين. نعم. أو العكس، إذا دلت القرينة على أن العيب حادث عند المشتري فإنه يقبل قول البائع، يقبل قول البائع، كما لو وجد الجرح ينزف دم، في جرح ينزف دم، أو وجد كسر قريب العهد ما هو متدامل وقد نشف وقد، يعني يدل القرينة على أن هذا العيب بعد العقد، فحينئذ يكون القول قول البائع، نعم، بلا يمين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعنا الكرام، إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من زميلي خالد منور، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.